الحمد لله في هذا الموضوع الأمين. قبل بدء هذه الوقت وتقديم زيارة السيد رشيد الرقاني الكاتب المنسق الجهوي منتظم وزارة الحرارة والبرد. فليتفضل بشكر. المهمة العاجلة للحدود الوطنية كان آخرها في سنة 2015 من خلال اعتماد أهداف التنمية المستدامة 17، وإذ كان هناك إجماع منذ النصف الثاني من القرن العشرين حول اعتبار الحماية الاجتماعية حقا تضع المسؤولية أعمالي على عاتق الدول، فإن النقاش لا يزال مستمرا في العديد من البلدان. رخامي رشيد، رخامي رشيد رئيس المنظمة الجهوية للتجار الأحرار لجهة مراكش أسفي. اليوم كيف غادي تشاهدوا اليوم عندنا واحد لقاء تواصلي ديال التجار المهنيين تحت عنوان التغطية الصحية مدخل أساسي لتكريس الدولة الاجتماعية. منها اللي غادي نسلطوا الضوء على بزاف المسائل اللي الإكراهات اللي عند التاجر والمهني بخصوص التغطية الصحية، ونتمنى من الله التوفيق ويتوفقوا لإخوان المتدخلين في هذا الباب هذا. وتنشكر جميع المواقع الإلكترونية اللي غادي تباشر هذا الحدث هذا وتتم التغطية دياله. احمد صوح رئيس المنظمه الوطنيه للتجار الاحرار، اليوم كنتواجدوا بالغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات بجهه مراكش اسفي في اطار واحد اللقاء تواصلي اللي كتنظمو المكتب الجهوي للمنظمه الوطنيه للتجار الاحرار بجهه مراكش اسفي في اطار التواصل الانفتاح وكذلك تقديم واحد المجموعه ديال المعطيات للاخوان المهنيين التجار بالاساس اللي موجودين في الجهه ومنخرطين ديالنا داخل التنظيم. هذا اليوم يعني تشرفت حضور هذا اللقاء من اجل تسليط الضوء على واحد الورش اللي هو ورش توري وورش غير مسبوق اللي عطى جلاله الملك نصره الله الانطلاقه ديالو، اللي هو ورش الحمايه الاجتماعيه. والنقاش اليوم حول موضوع اليات التفعيل ديال هذا الورش الكبير والتنزيل ديالو، وهذا غادي يكون هو مبدا اساسي لتكريس الدوله الاجتماعيه. اليوم جد سعداء بالحضور مع الاخوه وتبادل الافكار والمعطيات بخصوص هذا الملف هذا، خصوصا تسليط الضوء على واحد المجموعه من المستجدات بما فيها القانون 43/21 اللي صدر مؤخرا 41/23 اللي صدر مؤخرا اللي فيه الاعفاء من مجموعه ديال المستحقات ديال الضمان الاجتماعي. وهذه فرصه نقدموا الافكار ونقدموا واحد العدد من المستجدات للاخوه التجار، منها كذلك نحسسهم بالدور الكبير ديال الحمايه الاجتماعيه. وهذا الورش اللي كلنا يعني خاصنا ضروري نتكتلوا جميع باش ننجحوا هذا الورش اللي هو ورش ثوري ورش مجتمعي كبير اللي عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله نصره الله. شكرا جزيلا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.